السلام عليكم. عشرات من جرائم الاغتيالات في عدن منذ تحريرها نفذت بأيدي إرهابيين ولأهداف إرهابية، استهدفت رجال أمن وخطباء وقيادات اجتماعية ونشطاء في المقاومة. مئات من الضحايا خسرتهم المدينة وفاضت أرواحهم إلى باريها، ضباط ومتقاعدون وقيادات حزبية وشباب مقاومة ومواطنون. قصتنا اليوم مع أسرة استثنائية، أسرة في رصيدها الوطني شهيدان. الأول كان الوالد وقد استشهد في معارك تحرير المدينة في 2015، والثاني هو الولد واستشهد في تفجير استهدف تجمعا للمجندين من شباب المقاومة في الصولبان عام 2016. لهذه الأسرة قصة مهمة نتابعها في المادة التالية ثم نعود. طموحات انه يتخرج مهندس مدني، ان شاء الله باذن الله على اساس بنفتح مكتب هندسه، بس طبعا خارج اليمن، حتى وان كان في مره ثانيه في الصومال في المكان، هذه البلاد خلاص البلاد دي اخذت من احنا كثير، ومعقدش اصلا عشان تاخذ بس اخذ. الحمد لله يعني توفى الله يرحمه وعنده كان أحباب كثير، رب العالمين لما يحب عبد بالأرض يوزع محبته بين العباد، وهاشم أخي الله يرحمه لما توفى يمكن عدن بالكامل حزنت، مش لأنه أخي صح كانوا مع مليان متوفين يعني في من سنه وفي من الأكبر منه، بس هاشم أخي بالفعل يعني أنا كان معروف جدا، درس في كريتر رطفي جعفر أمان مع إحنا بالقلعة، ما درس في معرف ودرس معاهد كثير وبالجامعة، يعني يمكن وضع بصمته ومحبته بين الجميع أصدقاء، كان خلوق جدا يعني وبشوش ومتعامل ورياضي، يعني مش هذاك الشاب اللي التهى وراح يعني يخزن ولا تنبل ولا لا، كان رياضي دخل بطولات ملاكمة طلع مرتبة ثالثة على المحافظة. الناس ما فيش بيت داخل عدن إلا وعاش الحزن عاش القرح، يعني سواء بالحرب أو ما بعد الحرب، اللي ما مات بالحرب يموت بالفقر، اللي ما مات بالفقر يموت يعني بلطجة قاتل بين الناس، ما فيش رحمة، اللي ما قتلوه الناس قتلوه بالمستشفى، ما قتلوه بالمستشفى قتلوه بالتبقير، يعني البلاد صارت غير قابلة للعيش. شهيد هاشم حليس كان نعم الشباب نعم الأخلاق، ذو سيرة حسنة، خلوق، قام بالواجب عندما لبى النداء للوطن، مجتهد في دراسته، تجاه أصدقاء وتجاه أهله كان إنسان خلوق، والده كان شهيد قبله، استشهد في منطقة المعلة عندما قام الانقلابيون بغزو عدن، عائلة لبت النداء كعائلة كاملة تجاه الوطن من خيرة شباب أبناء عدن، استشهد في التفجير الإرهابي في الصولبان. والله أثناء عندما قامت الحكومة بصرف مرتبات المقاومة تلقينا خبر فاجئة كانت لنا. ايش اللي خلى الجماعه تقدر تصبر؟ والله بيكونوا مدعومين من برا من صنعاء من اي مكان، هدفهم اثاره الفوضى داخل عدن، قاتل الاناث الابرياء الذي ضحوا باموالهم واولادهم وكل ما يملكوا من اجل عدن، ما يقل الحريه ما يقل الكرامه. عن هو الشخص المقرب اللي كان بالنسبه لي، كل ام تفرح بابن يعني لما يجيها ولد، خصوصا مع جاب على ثلاث بنات، كانت تحبه كثير ومتعلقة فيه كثير وكل أماله بهاشم أخي، فإنه لأنه لما تتكلم على هاشم صعب إنه تتكلم أو إنه بس مجرد نشوف أحد من أصحاب هاشم أخي أو أحد يدق الباب أو يرن التلفون تطلع صورة هاشم أخي على طول تتأثر، لأنه مش صعب من سنة ونص أو أقل توفى يعني أبي، وكان وفاته فاجعة يعني. خرج من عندنا وكان ما كناش على امل انه ما بيرجعش، بلحظه ما رجعش يعني، وبنفس الوقت يا اخي هاشم يعني الواحد لو
لو عنده أحد توفى وكان بمرض خلاص يعني يكون مهيئ نفسه، لو كان قدر رايح يعني بقبها بحروب خلاص، لكن يكون الوضع أمان يعني أمن وأمان يعني داخل البيت ومش متجه لأي شيء، وخرج من عندك ويضحك ويتكلم وآخر لحظاته حلوة معك وفجأة يروح ما عاد يرجع، صار صعب يعني صدمة يعني. الآن إحنا يا هاشم يا سالم يعني نغلط حتى بالاسم لما نصيح لأخونا الصغير، فما بالك هي يعني إنه صعب يعني تقدر تقاوم إني تتكلم على هاشم أو إنه توصف لك المدى أو التأثر اللي وصلت له، مع إنه من يعني الشخص متساهل يعني ما تحملش المسؤولية، كانت طول الوقت المسؤولية على عاتق الوالد، أمي ربت منزل يعني دخل أو خرج ما ليش أي حركات يعني حركة برع البيت كله داخل البيت طبيعته كده هذا، فلما توفى أبي حسينا أنفسنا مثل الضايعين، خصوصا هي ضاعت كثير إنه كانت كل شيء على عاتق الوالد، تحمل المسؤولية هاشم يعني ساعدنا بالمسؤولية أنا وهاشم، بس كان هاشم على طول يعني لأنه هو الولد وخارج البيت والداخل، فكمان لما فقدت هاشم يعني حسيت بالضياع يعني صعب أحد يفقد خلال السنة ونص أو سنتين يعني شخصين يكونوا هم يعني سند العيلة ويكونوا كل حاجة بالعيلة، وصدق يعني اللي رب العالمين ما يأخذ إلا الشخص اللي له أثر، فصح وقضاء الله وقدر، بس رب العالمين ما يأخذ إلا الشخص خلاص اللي يحس إنه قدم بالحياة قدم ده خلاص انتهت مهمته بالحياة. فقدنا أعز من أخ هو صاحب وأخ صغير، إيش نتكلم يعني ما نقدر نوصف ما نقدر نتكلم على هاشم فليس، أبوه استشهد أثناء الحرب وهذا استشهد أثناء التفجير الإرهابي، هذول دوروا زعزعة عدن، دوروا خراب البلاد، دوروا البلبلة، ناس ما يخافوا الله ولا عندهم أطفال ولا عندهم أهل، ناس مدعومين يدوروا خراب البلاد، تعبوا بأرواح الناس، تاجروا بأرواح الناس، تاجروا بأرواح الأبرياء، إيش نقول يعني هاشم فليس أحسن من أخ، وافتقدنا يعني أكثر من واحد، بس نقول حسبي الله ونعم الوكيل، تعاملوا مع أصحابه خلوق جدا جدا، صعب إن حان وصف يعني معاملته هاشم فليس، صعب إن حان وصف تتكلم عليه، خلوق جدا جدا جدا، يعني رحمة الله عليه يعني شجاع وإنسان يعني متابر، كان متابة يعني الأب الروحاني لأهله، أبوه مات أيام الحويتة، شهد أيام الحويتة، وهذا الشهد أيام التفجير، قام بأهله يعني سبحان الله الحمد لله الله رحمه وعزه، والله يعني مع أن نقدر نوصف ولا قدر نتكلم عليه يا أخي. كان طموح جدا، متعاون، عنده الروح المرحة يعني طول الوقت. يعني يضحك يمزح متساهل جدا متفاهم، بعد وفاة أبي الله يرحمه في الحرب 2015 كان هو يعني السند الوحيد يعني إحنا بالعيلة، يعني كل شيء كل حاجة قائم فيه به، يعني هاشم روح هاشم تعال يعني ما يقولش لا حتى لو تعبان ومضغوط خلاص حاسس نفسه هو متحمل المسؤولية، بس الحمد لله رب العالمين غذيه يعني أخذه بما أخذ الله يعني أحبابه في الأرض الحمد لله. طيب أبي مقدم في الشرطة، كان يشتغل أول في الهجرة والجوازات مدير أمن الهجرة والجوازات، من ثم انتقل صحيفة 14 أكتوبر أو مطابع الكتاب يعني، فكان هنا أثناء الحرب أبي تصاب يعني في جبهة المعلة وقطعوا لنا الراتب خلال سنة كاملة، يعني كان على أساس إنه صنعاء، كانت المتابعة من صنعاء صعبة جدا وما سمحناش لهاشم إنه يتابع إحنا من هنا، وبعد هذه السنة تابع إحنا واحد من أصدقائي اللي كان في العمل بس اللهم يشتغل بصنعاء وفكوا إحنا الراتب الحمد لله، كان يعني شغال عادي لا شهر رمضان آخر شهر استلمناه هو شهر رمضان توقف الراتب علينا وما قدرناش عاد نوصل له، يعني معاملة من صنعاء يقول لك صعب انه خلاص البنك المركزي في عدن وكذا وصعب انه يعني ناخذ راتب من صنعاء، وهنا للاسف الشديد ما فيش كانت اي معاملة انه يعني نقدر نخرج فيها الراتب، الين ما اجت اللجنة هذه اللي بتعطي الرواتب، وفي احد من اصدقاء ابي اللي بيشتغلوا في الشرطة اتصل على هاشم قال له في مجال انك تروح
وتخرج ورقة حصر ورقة وكده وتاخده باسم أبوك من اللجنة نفسها. فرح هاشم للجنة اليوم اللي قبل يتوفى بيوم يعني، راح لهنا قالوا له أوكي بنعطيك الراتب بس بشرط تقدم إحنا ورقة محكمة إنك أنت الوكيل الشرعي للعيلة، لأنه عيلتين إحنا أبي كان متزوج ثنتين. فأخذ ورقة وما مش طبعا محاكم، فرح للقاضي برضو زميل الوالد كان بنفس الوقت ابنه زميل هاشم، وقام يعني أخذ الإجراءات وورقة وكالة وكذا ومختمة على أساس إنه من المحكمة وكذا. في اليوم هذا كان عنده اختبار في الجامعة، طلع للعيال الصباح قالوا له هاشم تأجل اختبار. قام قل لي كيف أنت تأجل اختبار؟ أروح أتابع على الراتب يعني بأخذ من القاضي الورقة وخلاص، عشان بعدين الأسبوع الجاي عنده اختبارات ما بقدرش، ولقنا يمكن ترفعه بأي لحظة. قلت له خلاص تمام إن شاء الله. راح أخذ الورقة، راح كريتر أول عند القاضي، أخذ الورقة للوكالة الشرعية وانتقل لسولبان في إنه خلاص بياخذ الراتب. فكان أول انفجار الساعة 8 يعني هو كان ضحية هذا الانفجار، وعلى طول انتقل. أنا قالوا للمستشفى كانت يعني حالته سيئة للأسف الشديد، طبعا الإهمال في المستشفيات كمان ما كانش في أي دكاترة ما فيش. طبعا كنت في الجامعة، الوالدة كانت في البيت، أختي الثانية في الجامعة. يعني وصل الخبر هو الساعة 8 الانفجار، بس وصلنا احنا مع الساعة 12 يعني ما حد أعطانا احنا الخبر إلا لما دخلوها، عشان على أساس كانوا يدخلوا للعمليات ويوقفوا البيت وكده. لما شافوا إنه ما فيش مجال، لا دخل بغيبوبة وحطوه بالغرفة المعاش، اضطروا إن يجوا يكلمون احنا يعني أجوا كلموا الوالدة وراحت 22 مايو، وأنا جاي الخبر في الجامعة. قالوا لي تصابوا بس تمام الحمد لله، يعني كان يعني هو جرح بسيط، تحركني على طول 22 مايو، بس لما دخلت 22 مايو للأسف يعني كانت حالته خطيرة جدا. يعني كانت عنده شظايا في الدماغ بس من الخلف، أما جسمه كان كله سليم، يعني كأنه كان الانفجار هو على بعد، إنه كانت كل الحالات اللي جنبه وداخل 22 مايو في الجمهورية، يعني ما فيش حالة لا تخلو من يعني القطوع أو الجروح، يعني الحالات كلها اللي جنبه كلها يعني شظايا، اللي بلا رجل واللي بلا يد واللي يعني حالة سيئة جدا. هو الحمد لله الشخص الوحيد اللي كان سليم، سليم الوجه والجسم، يعني الجسم جسد كامل، عدا لما تقلبه للخلف في بقى يعني أربع شظايا في الرأس. ويعني لما شفت الحالات قلت الحمد لله يعني في أمل. يعني لما صحى واحد كان مقطوع اليد والرجل طاق من الغيبوبة يعني بديت أمل، قلت الحمد لله يعني شوية صدايا أكيد بيشدوها دكاترة، حتى وإن وجدت إعاقة عادي يعني وجود الشخص حتى إن وجدت إعاقة إحنا يعني نأمل لهذا الشيء. بس الساعة 12 بالليل الحمد لله يعني زي أصلا هم عملوش أي حاجة، قالوا ما قدرناش ننقلها للكشافة، ما عندنا احناش اكسجين متنقل في المستشفى، ما فيش اكسجين متنقل، لما يصحى بنقول له نعمل له كشافة، ما صحاش بخلونا كده يعني يمكن حتى 10 سنين. فأقول يعني دورنا على اكسجين متنقل، جهاز الاكسجين متنقل، فلاقوه بالهلال الأحمر، فكان برضو يستخدمه، قالوا بنعطيكم اياه ثاني يوم الصباح عشان تنقلوا، يعني نقدر ننقله بس من غرفة الإنعاش للأشعة عشان نحدد فين موقع بس الشظايا، على أساس كان هذا ثاني يوم الصباح. بس خلاص الحمد لله رب العالمين، ربي أخذ روحه قبل ما يعني يجي الصباح نقدر ننقله على الكشافة. بس للأسف الشديد تواجد المستشفيات أنا إهمال شديد جدا، يعني حالات كثيرة في المستشفى يعني أكثر من يمكن 25 حالة للأسف الشديد، اثنين ممرضين موجودين في العناية المشددة فقط، يعني ما فيش دكاترة حتى، يمكن بعدين على الساعة 7 المغرب أجد أكثر واحد مناوب بس يعاين الحالات، يعني ما فيش أي قبول، ما فيش أي حركة، يعني المريض دخل المستشفى يعني بحاجة عناية، حاجة إنه تقدر تتفاقدوا حالته وتقدر تشوفوا إيش هو عنده بالضبط، حالته للأسوأ أو للأفضل، لا ما فيش، بيجي ثاني يوم الصباح على الدوام حقه يعني. طب ماش استدعاء، دي حالات مفروض الحكومة نفسها ووزارة الصحة تعمل استدعاء، يعني استدعاء متنافر لجميع الدكاترة تواجدهم، لأنه مش حالة ولا حالتين، أكثر من 25 حالة في 22 مايو، وأكثر من يمكن 30 حالة في الجمهورية،
المفروض يعملوا استدعاء للدكاترة يعني على الأقل، من وإن وجد ينقذوا 10 حالات 15 حالة إلى 25 حالة. للأسف الشديد كل الحالات اللي في الإنعاش يمكن توفت عدا 5 حالات أو 4. يعني بس خلاص هذا قدر الله، يعني مو بالنهاية شهيد ولا عند الله، يعني بدخل الجنة إيش عاد بيقصوا من هذه الحالة، يعني الجنة أفضل من هنا. صابرون ومحتسبون يحمدون الله على كل حال، وهذا حال كثير من الأسر في عدن. صبر واحتساب وإيمان ومشاعر حزن عميقة ومعاناة خذلان لا تحتملها الجبال. مدينة تنزف رجالا وشبابا انتدبوا أنفسهم لواجب الدفاع عنها، وقفوا بأجسادهم دروعا بوجه السيل، ودفعوا من أعمارهم ثمنا باهظا لتحريرها. لكن الثمن ما يزال يدفع، الدماء ما زالت تسيل، أبواب العزاء ما زالت تفتح كل يوم في حي من أحياء عدن، ودموع الحزن ما زالت تهطل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نعود بعده للاتصال بالناشط الحقوقي الخضر الميسري، رئيس منظمة حق للحقوق والحريات. لا تذهبوا بعيدا. مرحبا بكم مجددا مشاهدي الكرام، كما أرحب بضيفي من مدينة عدن الناشط الحقوقي الخضر الميسري، رئيس منظمة حق للحقوق والحريات. مرحبا بك أستاذ الخضر. أهلا وسهلا أستاذ عبد الله، وشكرا على هذه الاستضافة في برنامجكم المفضل دائما والمتابعين له بشكل دائم. مرحبا بك. شاهدنا قبل قليل قصة أسرة عدنية تعرضت للعديد من المظالم والانتهاكات المركبة، فقدت عائلها أثناء قيامه بأداء الواجب، ثم حرمت من راتبه، لتفقد أيضا ابنها شهيدا يلحق والده أثناء التفجير الإرهابي لمعسكر الصولبان. برأيكم أستاذ الخضر، هل هناك إحصائية لعدد المدنيين المتضررين من الأعمال الإرهابية في مدينة عدن؟ وأولا بالعودة إلى الحديث عن المعاناه والمآسي التي أضرت الإنسان بشكل عام، هي كثيرة ومتعددة في مدينة عدن. نعم. على اعتبار أن المدينة هي حاضنة للمجتمع المدني ومساهمة كعيش سلمي. ما نحب الوصول إليه هو بعد أن تعرضت للاجتياح من قبل ميليشيات غير مبرر، وهذه ميليشيات تعمل خارج القانون، لا شرعية لها. هذه اللي يعني فتح الباب او فتح الطريق واسعا امام التنظيمات الارهابيه للوجود في هذه المدينه منذ وقت مبكر اثناء تواجد الميليشيات على الارض. لكن الامور الى الان تقريبا هي تحسنت الحاله في الامنيه في عدن، هذا شيء اكيد، ولكن المعاناه والمآسي هي باقيه وستبقى الى حين حتى انت تعالج بشكل ايجابي وصحيح من قبل الحكومه او أثناء وجودها على الأرض. ونحن لا نرى أن الحكومة إلى الآن موجودة وتتلمس حقوق الناس بشكل مباشر أو بشكل تلقائي وبشكل إيجابي. على أي حال بالنسبة للإحصائيات، نحن نقدر نقول الإحصائيات بالنسبة للمدنيين المتضررين لا توجد إحصائيات بشكل كامل. إذا قسنا على ذلك فهناك في قتلى، أن لما تقيس قتيل أو ضحية للعمليات الإرهابية هناك تكون وراء أكيد أسرة، والأسرة هذه من المتضررين. نحن قمنا بإحصائيات حول ما تم اغتيالهم أو ما تم قتلهم في الأعمال الإرهابية هذه من سبتمبر 2015 حتى مارس 2016، وما تم الوصول إليه 156 ضحية و95 إصابات متفاوتة. هذا بالنسبة للتفصيل، هذا تأتي بالنسبة للمدنيين 52 قتيل أو ضحية، البعثات الانسانيه العربيه والاجنبيه 5 ضحايا، السلك العسكري والامني 47 ضحيه. نعم. كوادر السلطات القضائيه 4 ضحايا، القيادات العسكريه والامنيه والشخصيات الاجتماعيه 15 ضحيه. هناك
لدينا من المقاومة الشعبية 33 قتيل في هذا الاتجاه. هذه كلها أعمال أو قتلى وضحايا للأعمال الإرهابية في عدن منذ سبتمبر بعد خروج الميليشيات من عدن أو بعد طردها من عدن. نعم. يعني ظهرت مباشرة تلك التنظيمات الإرهابية على الساحة وقامت بهذه الأعمال، وفي أعمال كثيرة جدا لم نوصل لها إلى الآن بالنسبة للرصد بشكل دقيق وواقعي. نعم. هل قمتم أنتم أستاذ الخضر، هل قمتم أنتم بإجراء هذه الإحصائيات والتأكد منها أنتم كمنظمة مجتمع مدني مهتمة بحقوق الإنسان؟ نعم، نحن منذ أن تأسست منظمتنا في 2009 لا نعتمد على ما ينشر أو ما ثبتته التقارير من الأحصائيات الدولية أو غيرها. نحن نقوم عند سماعنا أو استلامنا المعلومة بشكل مباشر. نعم. نقوم بالنزول ميدانيا لهذا، ونقوم برصد واقعي ومهني، ولدينا تقارير وأوصلناها إلى مدعي عام محكمة الجناية الدولية في 2011 و2013، ولدينا تواصل مع المحكمة إلى اللحظة هذه للجرائم السابقة التي ارتكبها نظام صالح. هل تحظى هذه الأرقام التي تقومون أنتم بإصدارها في تقاريركم بموثوقية دولية؟ هل تريد قول هذا الرأي؟ نعم أخي الكريم، هي العملية يجب أن تكون ذات معايير دولية بما وفقا لحقوق الإنسان. ونحن أخذنا دورات تبع الفوضية السامية لحقوق الإنسان داخلية وخارجية في هذا الشأن، وتمكننا من عملية الرصد والتوثيق قياسا بما يأخذ به القانون الدولي. لهذا قبلت وثائقنا ومعلوماتنا لدى مدعي عام محكمة الجناية الدولية منذ 2011 حتى 2013، ولدينا إلى الآن تواصل مع مكتب مدعي عام محكمة الجناية الدولية. نعم. الذي يريد أن أوصل له بالنسبة للمعاناة القصة العدنية هذه أو الأهالي الذي تعرضوا لهذه لهذه الانتهاكات المركبة، هو صحيح ومن عائلات كثيرة جدا، وهذه هي مآسي، ونحن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن الوجه الآخر هي الميليشيات، والوجه الآخر الجماعة المتطرفة تساوت معها في الأفعال والفوضى في ظل غياب كامل للدولة وسيادتها على الأرض حتى اللحظة، وهذا مؤشر على وجود التراكمات التي أضرت بالأهالي مع اختلاف معاناتهم في الوقت الراهن. نعم. وستبقى هذه المعاناة طويلا حتى أن تكون هناك حلول إيجابية وصحيحة من قبل الحكومة وهي ملزمة بهذا. تتجلى أستاذ الخضر هذه المعاناة أساسا في الإهمال، في عدم التوثيق، في عدم يعني محاولة حفظ حقوق هؤلاء الضحايا وذويهم من بعدهم. إلى أي مدى تستفيد السلطات الرسمية من هذه الإحصائيات التي تقومون أنتم بإنجازها في حفظ حقوق الضحايا؟ لأننا رأينا في قصتنا لهذه الحلقة أسرة أهملت تماما ومنعت من حقها في راتب والدها الشهيد. أخي الكريم، يجب علينا أن ننظر للمشاكل هذه كلها مجتمعة أمام الحقوقيين والمجتمع المدني وأمام وسائل الإعلام وقناتكم ضمن هذه الجهود التي نحن متابعين لها منذ وقت مبكر. على أي حال أستاذ الكريم، القضايا هذه أو الإهمال الذي يعاني منه أهالي الضحايا لم تكن في قضية واحدة فقط، وإنما في قضايا عديدة كثيرة. بالتأكيد هذه القضية مجرد نموذج، يعني هي نموذج. نعم، ونأسف لوجود قضايا كهذه وهي تحز في النفس. نحن بشر ونحن نعاني أيضا من هذه المعاناة بأشكال مختلفة. بالنسبة ما أريد أن أصل إليه، هو العمل يجب على الحكومة أن تكون فاعلة، يجب على الحكومة أن تخرج للشعب، تخرج للمواطنين، تخرج للأهالي، للمجتمع بشكل عام. سألتك أستاذ الخضر، هل تواصلت معكم أي جهة رسمية للاستفادة من ما لديكم من إحصائيات يبدو أنها دقيقة وموثقة وموزعة فئويا وموثقة بشكل جيد من أجل رفع المعاناة عن ذوي هؤلاء؟ هل يعني تواصلوا معكم داخلية أو يعني اللجنة المكلفة بمتابعة انتهاكات حقوق الإنسان أو أي جهة للاستفادة من هذه الإحصائيات وتوثيقها ورفع الظلم عن
أو الإهمال، دعنا نقول الإهمال الذي تتعرض له عائلات هؤلاء. نعم نعم، نحن الذي تواصلنا مع بالنسبة لل أنتم من بادرتم جميل أه؟ أنتم من بادرتم بتزويد السلطات المحلية نعم بهذه المعلومات. نعم نحن بادرنا وتواصلنا شخصيا بالأستاذ رئيس اللجنة التي كلفت من قبل رئاسة الدولة، وهي برضو أصدرت تقرير مؤخرا، ولكن تقريرنا كان واقعي وليس مجاملة، وإنما هي نسخ موجودة متكاملة مع أطراف إعلامية كثيرة، وعملنا نشر وسلمنا المفوضية السامية لحقوق الإنسان. نعم. أنا شخصيا طلعت إلى صنعاء وسلمت إلى مكتب المفوضية السامية وأرسلت لهم على الإيميل أيضا. والتقارير عندما تكون أستاذ الكريم محايدة وتعطي وقع، حتى لو إذا لم تكن توصل إلى الجرائم كلها، إحنا لم نوصل الجرائم كلها، في جرائم ما خلفتها الميليشيات بلا شك بلا شك، لكن نحن نبحث أيضا عن من استطعتم الوصول إليه أن يثمر هذا الوصول من خلال حفظ حقوقهم، وكما رأينا في حال هذه الأسرة التي انقطع عنها راتبها لأسباب تتعلق نعم. بسقوط الأسماء و يعني ما إلى ذلك من أعذار. أستاذ الخضر، ما هي القضايا التي ترصدونها عموما في الميدان بعدن حاليا غير قضايا التعرض لعمليات إرهابية؟ لا نحن في الفترات السابقة قمنا برصد، وفي أثناء الحرب الآن وما مواتلة الحرب، والأعمال الإرهابية لا زالت من حين لآخر. نحن قمنا برصد كامل وشامل، لكن في الوقت الحالي لدينا نزول ميداني في محافظة أبين، ولدينا برنامج ومشروع استطلاع حول الأمومة والطفولة في محافظة أبين. السؤال لماذا اخترنا محافظة أبين؟ على اعتبار أن محافظة أبين هي من المناطق الأكثر تعرضا للضرر منذ 2011. هذه صحيح. المنطقة أو هذه المحافظة تعرضت لنكبات كبيرة جدا ولنا نزاعات مسلحة وبين الحكومة والجماعات، وبين وفي هناك حروب مفتعلة بدوافع سياسية والجميع يعرف ذلك. ونحن نريد أن نعرف نسبة الطلاب في المدارس، التسريبات هذه تحصل، والانحراف الكامل للطفل من خلال نزول الميداني في ثمان. ما هي الصعوبات ما هي الصعوبات التي تواجهكم عادة أثناء عملية الرصد والمسح والتوثيق؟ والله بالنسبة للرصد بشكل عام، هي أول ما العائق هو الجوانب الأمنية. أستاذ الكريم، الجوانب الأمنية هي مهمة جدا بالنسبة للنزول الميداني أو للرصد. العائق الوحيد هو الحالات الأمنية هذه، وبالنسبة للإستطلاع يجب أو النزول الميداني يجب على عملية الرصد تكون مهنية وللذين يمارسوا العمل ميدانيا. هناك نزول يتوجب التحقق من المعلومات بشكل كامل، وعند سماعك لأي قيمة أو لأي عمل خالف القانون يجب أن تكون المعلومات هناك دقيقة وصحيحة، وإفادة الشهود هي من أهم ما ننزل أو نتخذ إجراءاتها بشكل مباشر وفوري. نعم، كيف تقيمون تعاون المجتمع معكم كراصدين ويعني تفاعلهم مع نشطاء حقوق الإنسان؟ والله أخي الكريم، صراحة يعني سنحت الفرصة في هذا الموضوع، أنا لا أجد أي تعاون صدقا يعني بالنسبة للوجودنا في الميدان من قبل المجتمع. تقريبا المجتمع المدني المنظمات كلها ما في تنسيق بين المنظمات بشكل دقيق وصحيح. لا أتحدث عن المجتمع، أتحدث عن الناس، عن المواطنين. هل يتعاونون معكم؟ هل يدلون بالمعلومات؟ نعم نعم. أم يتحفظون؟ هل يعني تفضل. نعم نعم، في أشكال مختلفة. هناك من أهل الضحايا من يرحب بهذا ويتعاون ويتفهم. جميل. لكن في جهات أو في أشخاص أو في عائلات لا تتفهم لعملية أهمية الرصد هذا والتوثيق هو الصالح حاب يكون في الأخير، حتى وأن تأخرت الأمور هذه كلها، وهذه فعلا تتأخر ولكن لم يتفهمون الشيء هذا. وهناك في توجس عند الآخرين بأنك تلحق جهة أمنية أو أنك مخابرات أو أنك هذا نعاني منه بشكل كثير جدا. كيف ترى
واجب الإعلام في يعني توعية المجتمع بأهمية توثيق الانتهاكات وتوثيق الجرائم وتوثيق الـ يعني الحقوق أيضا لكي لا تهدر ولا تضيع ولا تختلف الروايات وتتعاقب الأيام ويعني تختلف التفاصيل من شخص إلى آخر. كيف يمكن أن نسهم كإعلام في توعية المجتمع بأهمية التوثيق والتعاون مع الراصدين في المجال الحقوقي؟ صحيح ما تفضلت إليه أستاذ الكريم هو صحيح، يجب على التوعية أن تكون كاملة وشاملة على مستوى المجتمع بشكل كامل، وهذا إسهام يجب الإنسان فيه وسائل الإعلام. وسائل الإعلام أنا أرى في وسائل الإعلام كثيرة يعني قدمت بهذا شيء كبير جدا بالنسبة أنا ما لاحظته، ليس مجامل أو ما لاحظته في قناة بلقيس، أعطت صورة كاملة حول الألغام وحول مخاطر الألغام والتعليمات الصحيحة، هي بادرة إيجابية تفيد المجتمع. أعلم أن أنت حدو في الوسائل الإعلامية كثيرة جدا تقدم الندوات وتقدم اللقاءات. هل من رسالة هل من رسالة لديك أستاذ الخضر تود أن تطرحها في ختام هذا الحوار معك؟ والله يا أستاذ كريم الرسالة كثيرة، ولكن باختصار بالنسبة لرسالتنا هي للحكومة، الحكومة اليمنية كحكومة شرعية يجب عليها أن تبسط نفوذها في المناطق المحررة، هذا مهم جدا. هذا مطلب شعبي ويعني على كل لسان. نعم نعم، سببت الاختلالات وأعطت فرص لضعفاء النفوس سواء من الحقول المنظومة السابقة في النظام السابق أو من هما في التنظيمات الإرهابية وخلاف ذلك، أو حتى عصابات، تشكيل عصابات كثرت هذه الأيام في التقطع في الطرقات والخطف والقتل، تشكيلات عصابية إجرامية يعني ليست لا إرهاب ولا انقلابيين، وإنما هذا شيء مخل بالأمن. نعم. ومخل ويضر بالتأكيد حالة الانفلات في النهاية هي من تغري هؤلاء السفهاء. نعم. بالقيام بهذه الأعمال. نعم. والانتهاكات. نعم نعم. إذن شكرا جزيلا لك الخضر الميسري رئيس منظمة حق للحقوق والحريات، كنت معنا من مدينة عدن. إلى هنا انتهى وقت حلقتنا هذه، نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. أسرة الشهيد ابن الشهيد هاشم بن حليس تم الرصد، في أمان الله.